هو شذوذ جنسي، باتت نيرانه تطال الحيوانات بعدما تعدت الأطفال والنساء. الزوفيليا أو البهيمية هي علاقة جنسية تجمع الإنسان والحيوان. وبالرغم من غياب إحصائية رسمية لعدد حالات اغتصاب الحيوانات بالمغرب، فإن الجمعيات الناشطة بمجال حماية الحيوانات تلاحظ ارتفاعاً مقلقاً لهذه الآفة المجتمعية. فبعدما كانت محصورة بالبوادي، أصبحت اليوم متفشية بالمدن أيضاً. هذا الموضوع ديال الاغتصاب الحيوانات كان منذ قديم، غير ما كانش المواقع الاجتماعيه وما كانش الناس عندهم البورتابلات اللي كيسجلوا، ما كانش باش ما كناش عارفينه. حنا كجمعيه كنتوصلوا بالعشرات ديال الحالات في الشهر. الامور ما بقاتش في الباديه ولات في الحضير. في سيدي الحال واحد كان كاري جا كنلقاو المشيشات مساكنين، ما مغمى عليهم يا اما ميتين كيغتصبهم. كنلقاو هذوك الولاد ديال سيدي قاسم راه تبارك الله اللي عنده 17 عام اللي اغتصبوا حماره، جرو في بوسكوره لقيناه راه دابا الحمد لله تربى في خدات واحد السيده في مراكش رباته، رجليه هكا محلولين حتى هرس ليه لي باتاغيغ ديالو بجوج مهرسين. الكلبات اللي كنكون كنصحابو في مار ان كونسير ولا هذاك كنمشيو نديوهم عند الفيتيرينير كنلقاوهم تعرضوا للاغتصاب، كتاكد لينا البيطريه ولا البيطري بانه اغتصاب بشري. الاعتداء الجنسي على الحيوانات يسبب لهم اضرارا خطيره تؤدي في كثير من الاحيان الى النفوق. اضرار تيكونوا بزاف، يعني كاين كاين ان برولابسوس، يعني سكون ابل سوار برولابسوس فاجينال، يعني لو فاجين ديالها مسكينه بحال تيتفرقع تيرجع اللور تيتانفكتا، سواء الا كان باغ ترونس ريكتال حتى لو ريكتوم ديالها مسكينه تيتفرقع وتيتانفكتا وتيكون فيه مسكينه القيح النفسيه ديال ديك الكلبه ما كتبقاش ولا ديك القطه ما كتبقاش مسكينه كما كانت، حتى هي حتى هي النفسانيه ديالها كتحطم. بيان سور بيان سور، حيت كتقدر تكون عندنا اون انفكسيون ديال ديك لابارتي، حيت الى 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 خرج لينا داك الرحم على برا وتانفكتا وما داواش ومع هذا ديك الانفكسيون كتولي جينيراليزي سكون ابيل اون سيبتيسيمي، تولي عندها واحد المرض جينيرال، يعني كاع داك الميكروب اللي كاين تما في الفاجن كيدوز ليها مع الدم وكيلحق ليها ضرر كبير. دونك الواحد اللي كيمارس هاد لازوفيلي، يعني اللي كيمشي للحيوانات وهذا، يعني نقدر نقول لكم انا على حسب المعلومات وعلى حسب هذا الشيء اللي كنشوف، يعني واحد 90 حتى 99% يقدر يتجه لوليدات الصغار، باسكو بور لوي سي لو ميم اوبجي، يعني الحيوان ما كيقدرش يتكلم، وليد صغير تيكون باري ما عارف والو كيغرو بشي حاجه ويقدر حتى هو يبراتيكي مع لا بيدوفيلي. دونك سي اون مالادي، يعني سي اون مالادي مونتال ديال هاد الناس هادو. المنظمه العالميه في 2018 كلاسات هاد المرض هذا برقم 11 بانه مرض نفساني. وفي ظل غياب نص قانوني يجرم الاعتداء على حيوانات الشارع، من يحمي هذه الكائنات الضعيفة؟ ملي كنتوصلوا بهذه الحالة حنا راه كنحاولوا نديروها في البوست في لاباج، ابخي كنديو هذيك الحالة للطبيب بيطري باش يأكد لينا راه فعلا اغتصاب، كنجيبو عندنا هنا كنعالجوه وحتى كنقلبوا ليه على اللي ياخذ اللي يربيه ولا كيبقى عندنا هنا. في الحاله في لوكايشيون كنقل كنعيطوا للمحامي، ولكن ديما كتكون القضيه ضد مجهول، ما كنلقاوش الفاعل ما كيكونش. لا كان الفاعل كاع ولقيناه وعرفناه، كيقول لك لا خصو يكون خصك تلقاه شاد هذاك الحيوان وكيدير كيمارس هذاك الشذوذ الجنسي عليه. القوانين المؤطرة لحماية حقوق الحيوان المغرب نقول أن هناك نصوص جد قليلة، من ضمنها المادة 603 من القانون الجنائي والتي تشترط للعقاب على الاعتداء على الحيوان أن يكون له مالك، هذا من جانب أول. ثانيا مقتضيات قضاء القرب ولا وبين قوسين قضاء القرب كبديل عن قضاء المحاكم الجماعات والمقاطعات لا تصل العقوبة فيه إلا إلى الغرامة، بمعنى قتل أو اغتصاب أو ضرب حيوان لا يعاقب عليه إلا بالغرامة، وهذه الغرامة لا تتجاوز 1200 درهم ويجب أن تكون علانية. بالنسبة للحيوانات الضالة أو سكولون أبل لزانيمو إيرون، إطلاقا لا يوجد نص يعاقب على الاعتداء على الحيوانات الضالة، وبالتالي أصبحنا نرى بعض الظواهر المشينة من ضمنها الاعتداء على الحيوانات استعمالها في الشعوذة، وظاهرة خطيرة أيضا تتجسد
في اغتصاب الحيوانات. بعض الملفات مؤخرا فقمنا بها لوجود حالات اغتصاب، مثلا شخص كان يغتصب كلبة، كل يوم يغتصب كلبه ويقوم بقتلها ورميها. فعلا لم ينال عقوبته، ولكن على الأقل استطعنا أن بمساعدة النيابة العامة أن يقوم بتحرير كلبة كانت مغتصبة، وبالتالي تخلص هذا الشخص من هذه الممارسات. لماذا؟ لأن القاضي الجنائي لا يمكن أن يتوسع في تفسير النص أو يحكم في النص، ولا يوجد أصلا. يجب إعادة النظر في المنظومة القانونية والتي والطرح الذي ندافع عنه على مستوى مجموعة من المحافل والكتابات، وهو أن ننتقل من حقوق الإنسان إلى حقوق الكائن الحي. ويبقى السؤال المطروح، كيف نحد من استفحال هذه الآفات المجتمعية؟